بالرغم من شغف العيش في ظل الضغوط الحياتية وتراكم الأزمات الاقتصادية في الولايات المتحدة والتي تغرق العلاقات الأسرية في دوامة العمل، تجد الكثير من العائلات المسلمة في أمريكا في شهر رمضان فرصة عظيمة لكسر حدة ذلك الروتين وإعادة الحياة للروابط الأسرية والاجتماعية، مما يجعلهم يشعرون بحلاوة وطعم هذا الشهر المبارك. المحلات العربية من جانبها تعمل جاهدة لضخ مواد غذائية أكثر خلال شهر رمضان، فضلا عن توفير المواد الأساسية والتي لا يتخلى المسلم عنها عند مائدة إفطاره. كل شيء يعني كان من أحسنه، والتمور يعني حاجات رمضان كلها. احنا عندنا هون أخ مختلف الجنسيات، يعني المصريين بيختلف عن الأردنيين عن الفلسطينيين، كل واحد يعني بدك تجيب له حسب شو هو بتطلب يعني بالنسبة لرمضان. في حين تعتبر مآدب الإفطار التي تقيمها المساجد والمراكز الإسلامية في شتى أنحاء الولايات المتحدة فرصة للتواصل مع غير المسلمين وإقامة جسور الفهم والتفاهم من خلال حوار الأديان، ويقيم المركز الإسلامي لمقاطعة باسك في ولاية نيوجيرسي الأمريكية عدة مآدب إفطار يشارك فيها أتباع ديانات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بغية تعريف المسيحيين واليهود وأتباع الديانات الأخرى من الأهالي على التقاليد والقيم الإسلامية. هناك احترام كبير جدا للجالية المسلمة وتقاليدها وعاداتها ودينها، وهذه حقيقة هي بداية، ليس البداية بل هي نوع من ثمرة التواصل وبناء الجسور. وما رسالة السيد أوباما في تهنئة المسلمين والكلام عن شهر رمضان ومعاني التراويح والقدر إلا شيء من هذه المعاني العظيمة. من جانبه رئيس ولاية نيوجيرسي والعديد من الشخصيات المهمة لم يدخروا جهدا لحضور مأدبة الإفطار وبث روح الأخوة من خلال إلقاء الكلمات ومجالس الحوار. I'm here as I have repeatedly done. إنني هنا اليوم وكما فعلته مرارا وتكرارا للتواصل مع كافة الجاليات، كالجالية المسلمة أو العربية أو الجالية الإسبانية. نريد كل شخص أن يشعر بأن أمريكا ترحب بالجميع. ناهيك عن يد الخير لتنفق باليمين ما لا تعلمه الشمال. لا شيء أجمل من رمضان في بلادي، وعليه يحرص المسلمون على إداء فريضة الصوم وإلزام شعائره في بلاد الغربة، ومد أواصر المحبة وحسن العلاقات مع كافة الأطياف، وهم بهذا يجسدون مبادئ الإسلام في غرة هذا الشهر الفضيل في عالم تطغى فيه الصراعات العرقية والدينية. محمد الكرخي لقناة التلفزيون الأردني نيوجيرسي.